اهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي القناه الوطنيه الثانيه. انتم في بث مباشر لبرنامج فوز في النهار اليوم الخميس الموافق 16 افريل 2015. قبل ما ننطلقوا في فقره الحصه بتاعنا، نحب نعطيكم لمحه على مؤشرات الصادره على المعهد الوطني للاحصاء لشهر مارس 2015. نلقاو اللي نسبه التضخم تقريب بلغت 5.7%، وهذا تقريب قعدت فتره من شهر مارس وشهر جانفي 2015 في استقرار تقريب 5.5%. نلقاو نسبه زياده تقريب في المواد الغذائيه والمشروبات 8%. تقريب الشفر هذا هو موجود 28.9 بالنسبه للغلال والفواكه. نلقاو الزيوت زاد الغذائيه زادت في النسبه نتاعها ب 6.2%، الحليب ومشتقاته، العظام زاد العظم بالنسبه 3.3%، نلقاو الاسماك 3.1%، نلقاو اللحوم 1.5%. هذه تقريب المؤشرات موجوده على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للاحصاء. نبداو مع زميلي وليد في حصه في فقره الخاصه به هو، اما قبل ما نبداو نحب يعطيني لمحه تقريب على المؤشرات هذه اللي هو طلع عليها. وليد، يعني مساله الدعم والتضخم والارقام اللي يعني الزياده والنقصان بفارق طفيف يعود الى المشكل الاول هو سلوك التونسي الاستهلاكي في حد ذاته، اللي يعني عنده عادات تونسي في الاستهلاك، يعني في كل الحالات حتى لما كانت تونس بعد فتره الثوره تمر بازمه في كل المواد كان التونسي يقبل عليها بنفس القياس. ايضا السبب الثاني هو وجود الجاليه الليبيه المكثفه في تونس. يعني تشوف نسبه التضخم على الجاليات الموجوده في تونس، هذا علاش؟ على الجاليات وخصوص ايضا الاستهلاك، وايضا السياسه الاقتصاديه اللي اهم نقطه يجب ان تراجع السياسه الاقتصاديه. مرحبا بك وليد في تونس في نهار. مرحبا بك وليد. نلقاه على يساري سمير المسعودي الاخصائي في الاعلاميه الموجود معنا. نلقاه على يميني مره اخرى سي عبد الستار العايدي، مرحبا بك. نلقاو سي شاكر سالمي الاخصائي الاجتماعي اللي باش نحكيو معاه بعد على الفقره الخاصه بالحياه الاجتماعيه الموجوده في تونس. نبداو مع وليد الزريبي في فقره شفما اليوم. يوم الخميس 16 افريل 2015 برشا مواضيع في الصحف التونسيه، واستاثرت قضيه الصحفي سمير الوافي وبطاقه ايداعه في السجن تقريبا على كل أغلفة الصحف. سنتحدث عن يعني موضوع أو ثلاثة يخص الشباب. مثلا في جريدة الصحافة تتحدث عن اتفاق بين وزارة الشؤون الدينية ونقابة الأئمة، تقول الصحيفة العمامة لأهلها ولا مكان لمنتحلي الصفات. افتتاحية رئيس التحرير الأستاذ لطفي العربي السنوسي دعا فيها إلى هدنة اجتماعية مؤقتة، وهو يحيل ويتحدث عن الإضرابات ويدعو إلى هدنة مؤقتة. يقول أن هناك في تونس الآن مشهد عبثي قريب من الكوميديا السوداء، ساخر وهزلي بصورة سريالية غامضة وخليط من الشفرات المستعصية والعصية، يعجز كبار القراء والمحللين عن فكها أو فهمها. وهذه دعوة صريحة على صحيفة الصحافة لهدنة اجتماعية لتسيير عمل وتسهيل عمل الحكومة الجديدة. أيضا في موضوع الأئمة، وتوصل مؤخرا الطرف النقابي إلى اتفاق أول أمس مع وزارة الشؤون الدينية، وقد تم على أساس هذا الاتفاق إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه، المفروض كان اليوم 16 أفريل الجاري، علما وأن الإضراب كان بسبب المطالبة بإدماج الأئمة في الوظيفة العمومية عبر المصادقة على القانون الأساسي، فيما يطالب الوعاظ أيضا بتنظيرهم بأساتذة التعليم الثانوي. جريدة الشروق تهتم بأمر يخص الشباب بامتياز، وتقول أن شبكات الانترنت تستقطب شبابنا وهي عش للإرهاب. الصحيفة تتحدث عن أسئلة كثيرة، كيف يمكن حماية الأطفال والمراهقين من خطر استقطابهم من قبل التنظيمات الإرهابية في مواقع الميديا الاجتماعية. والصحيفة تقترح على مجموعة من أكاديميين مختصين في الشؤون الاجتماعية، التي يقترح مثلا الدكتور صادق الحمامي وضع استراتيجية لمكافحة توظيف الميديا الاجتماعية في الإرهاب، تبدأ برصد المضامين الإرهابية في المواقع الاجتماعية، وهو ما يتطلب وضع أطر قانونية تسمح بالمراقبة وتعقب المضامين ذات العلاقة بالإرهاب. وأيضا يقترح مسألة تنظيمها في المناهج الدراسية وتوعية مزيد توعية الشباب بهذه الآفة. صحيفة المغرب أيضا في هذا الموضوع تتحدث عن تنسيق بين وزارة تكنولوجيا الاتصال، وزارة الداخلية ووزارة العدل. تقول الوكالة الفنية للاتصالات تراقب وتتابع المواقع والصفحات الجهادية،
ومصادر مطلعة من وزارة العدل تفيد أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم الخوض في مثل هذه المسائل، مشددة في الآن ذاته على أن هناك متابعة عن كثب لهذه المواقع والشبكات، فضلا عن الاستعانة بخبرات دول صديقة وشقيقة في هذا المجال. أيضا صحيفة الصباح تتحدث عن ندوة صحفية لوزيرة الثقافة الدكتورة لطيفة الأخضر، التي تتحدث عن مشاورات مع وزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والدفاع لحفظ كرامة الفنان. أيضا يعني أهم ملاحظة في هذه العناوين أنه هناك تنسيق بين الوزارات، إذا كان الأمر يتعلق بوزارة الثقافة فأيضا هناك تنسيق مع الشؤون الاجتماعية والعدل، أيضا إذا تعلق الأمر بمسائل أمنية على الإنترنت هناك تنسيق بين وزارة التربية وبين وزارة الداخلية والوزارات المعنية. شكرا وليد، تقريبا هذه لمحة على أهم المقالات الموجودة في الجرائد التونسية. تقريبا المواضيع كلها اهتمت على الإنترنت والحياة الاجتماعية، يعني هم موجودين بحذنا عالم اجتماع وعالم إعلامية. تقريبا كي تحدثوا على الموضوع نتاع استقطاب الجهاديين، هل يمكن مراقبتها 100%؟ لا، فمش يصعب مراقبة 100% إلا بتنسيق دولي. يعني يمكن مراقبتها 100% في تونس، مراقبتها في 100% مع أصدقاء تونس، ولكن مع البلدان اللي ما تتعاونش معاك ما تنجمش تتعدى على الصفحات نتاعها، ما تنجمش تراقبها، ولكن تنجم تكون بنسبة عالية جدا، وربما يمكن الحد من الظاهرة هذه أنه ممكن على المستوى التقني ومستوى تبادل المعلومات وغيره. شوفوا شي شكرا، عندك كلمة صغيرة. يعني يمكن مراقبتها في جانب وقائي، يعني هو نشر صناعة محتوى مضاد ونشر ثقافة الحرية والديمقراطية وفي الفضاءات التربوية والثقافية والعمومية، وهذا كان نتصور لكن نحكيه على حاضنة شعبية للإرهاب. أحسن حاضنة جماهيرية للمقاومة الإرهاب هي معناها نشر قيم الإنسانية والثقافة والديمقراطية في جميع الأوساط. يعطيك الصحة، شي شكر. نمشيو لعبد ستار العايدي. مرحبا بك عبد ستار. مرحبا. اليوم في فقرتنا شباب دوت كوم باش نشوفوا شنو هي فايدة الانترنت، شنو نعملوا بها، بما انه اغلب التونسيين عندهم الانترنت في الدار سواء في البورتابل او بالسرعات العالية اللي موجودة، يعني قارة السرعات العالية اللي هي يعني انترنت قارة في البيت وكذا، شنو يعملوا بها وشنو فايدتها؟ اسكو تقدم خدمات برشا والا مجرد استهلاك يعني لمواقع التواصل الاجتماعي فقط؟ نتعداو ونشوفوا الفيتيار وبعد نتعداو العنصر المصور. انت اكيد عندك انترنت في الدار. عندي انترنت في الدار. شنو الفايده بالنسبه ليك، يعني شنو تعمل بها الانترنت؟ يعني الفايده معناتها واحد يسمع اغاني ترب، يتبع السياسه. لا، بالنسبه للانترنت يعني الاستعمالات نتاعها متعدده، فهمتني؟ واكثر حاجه في انك تستفاد منها ما نعرفش، بحوث تعمل، هي أكثر حاجة يعني في أنك تعمل ريشيرش بحوث على أي موضوع كان، يعني هذيك أكثر حاجة يعني نستفد منها من الإنترنت. برشا حاجات كوميونيكاسيون أول حاجة، وثاني حاجة تسهل لنا قرايتنا بيسكو احنا دي ستوديون. مثلا تحب تتعلم فوتوشوب حكيت أخرين كي نفس في قرايتي أنا، فما دي بروغرام كي نستحقهم ما نستنفعش برشا من البروفيت. Bon, de nos jours, ça sert à tout l'internet. Lyon, فما لي نجمو يعملو vérification le compte نتاعهم bancaire, فما لي يشاتيو، فما لي يشوفو des actualités chaque jour. Bon, ça sert à tout. بالنسبة لتوا نستعملها معناها في التواصل الاجتماعي، معناها نكومونيكي مع أصحابي كل شيء. وعندي اخواتي يعيشوا لبرا، معناها موان دو كومونيكاسيون. والله بالنسبه لي انا ما استعملهاش برشا، ندخل شويه اخبار. بالنسبه لي انا ماذا بيا عبدي يستغلها في الابحاث باش يشوف على بروجرام على حاجه،
اما صغار كلها فيسبوك ويحكيوا يعني يشتيوا للصباح هذيك. والله الانترنت هي وسيله من الوسائل العصريه معناها المتاحه للناس كل، ويعني اللي يوظفها في حاجه باهيه بقدر ربي يستفاد منها. يعني انا بس كي ندخل للانترنت معناها ثم مواقع متعدده، معناها مواقع ثقافيه، مواقع اجتماعيه، مواقع دينيه، ذاك هو يعني الانسان جيس بشي معناها تكون له كثقافه اجتماعيه معناها، هذا هو كي يوظفها في حاجه باهيه بقدر ربي يستفاد. يعني نتفرج فيه نحط تصاور. شنو آخر تشوفي في الانترنت؟ كها صعب. ما تفرجيش على مسلسل، ما تفرجيش على فيديو، تفرج على لعبة، تلعب لعب كذا؟ نتفرج. وشنو آخر؟ أكها أكها، هذاك اللي تتفرج فيه طفلة صغيرة تقريبا ذاك عمرها. سمير مرحبا بك مرة أخرى. بالنسبة للمشاهدين وكل مختار الوطنية اثنين، الموضوع فيه برشا جوانب باش ناخذوه بشكل عام، واهم العناوين اللي موجوده ثم مليون تونسي اللي عندهم عناوين الكترونيه ويتبادلوا المعلومات بالعناوين الالكترونيه التونسيه، وثم ملايين اخرى اللي تستعمل خوادم اجنبيه كما جيميل وياهو غيره ما يمكنش احصائهم. عندنا 4,200,000 تونسي يستخدموا الانترنت، وعندنا 34,000 عنوان www. معناها عندنا 34,000 عنوان على شبكة الانترنت اللي مختلفة ومتنوعة. في كوريا 85% من العائلات الكورية 85% عندها شبكات محلية في الدار. عندنا illustration فيها. لا في الشبكات المحلية موجودة، معناها عندهم أكثر من جهاز مرتبط بشبكة الانترنت، ومعدل الأجهزة اللي عندهم 5 أجهزة في كوريا، 5 أجهزة اللي مرتبطة بشبكة الانترنت ومشكلين شبكة. ال 15% اللي قاعدين هما تلقى عازب وحده، ولا حد فرد وحده إلى آخره، اللي تلقى عندهم واحد. أما ال 85% عندهم اثنين فما فوق. نحن 40% من العائلة التونسية اللي عندها جهاز، المعدل هو 1.1 عندهم جهاز مرتبط بشبكة الانترنت. يعني ثم بعض العائلات تلقى عندهم 2 و3، ولكن بعض العائلات اللي عندهم 1. كيف تدخل الأليكسا وتشوف تصنيف المواقع والتوانسة وين يدخلوا، تلقى محركات البحث وتلقى المواقع التواصل الاجتماعي هي اللي أكثر. مسيطر، مش الأكثر، تقريبا فماش غيرها تقريبا، لانه النسب الاخرى ضعيفه وضعيفه جدا. ثم ما عدا موسوعه ويكيبيديا، لانه هي الريفيرونسمون نتاعها الترميز نتاعها عالي، فبالطبيعه اي كلمه اي حاجه تحطها هي باش تجي من فوق، فهما باش يضغطوا عليها، فهما دي نومبر دو كليك اكثر منه اطلاع على محتوى وغيره. الاسباب كثيره، اولا عائق اللغه، لانه شبكه الانترنت ما زالت هي انجليزيه، والمحتويات الجيده اللي هي الدروس والتكنولوجيا والعلوم والميكانيك وغيره، هذه كله تلقاوه باللغة الإنجليزية. ندخلوا في أهم الموضوع نتاعنا اللي هو توظيف الانترنت بالنسبة للتونسي. وهذا هو علاش هو التونسي أخي، احنا مانيش اللوم على التوانسة علاش ماشيين كالتواصل الاجتماعي كما يلقاش البديل. لغة التوانسة في اللغة الإنجليزية ضعيفة، ضعيفة جدا مش ضعيفة، واللغة الفرنسوية متواضعة، هي اللغة الفرنسوية كل تمثل 17%، يعني اللي يتقن اللغة الفرنسوية قاعد يبحر في 17%. ليه طبعا ما ندخلوش فيه تقريبا. نحن نعطيه أرقام خلي الأرقام. أما اللغة الإنجليزية ضعيفة وضعيفة جدا. ممكن. أي اللي استعملت. يعني الجيل الجديد اللي باش تلقاه توا تلقاه قوي في الإنجليزية، ما تلقاهوش ممكن قوي في الفرنسية. على المستوى النظري نعم، أو شو أنا نحكيه على 12 مليون تونسي وفي المجمل. ما تقوليش طلاب الجامعه، ما تقوليش اللي اهلين بالبحث العلمي، ما تقوليش المختصين الى اخره. اي نحسبوا وقتاش دخلت الانترنت لتونس، نحسبوا من بدايه الانترنت. انفجار شبكه الانترنت كان عام 97 وقت توجد لا دي اس ال وتوجد التدفق العالي، وقتها صار في تونس وفي العالم كل كيف كيف، وانطلقت الشبكه العالميه وشبكه الانترنت والخدمات هذه انطلقت في العالم كل كيف كيف. ثم ناس تمشي بالضوء تزرب ومشيت وقدمت، وفما ناس تمشي بالبطاريات خدموا شويه وتوقفوا ورجعوا وعاودوا تخلفوا كما متخلفين في الثوره الزراعيه وفي الثوره الصناعيه وغيره، تخلفوا ايضا في الثوره التقنيه، والعديد من البلدان اللي ضيعتها وما استغلتهاش. الباهي في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي شبكه الانترنت وغيره انه توا كان نحبوا نعملوا ثوره صناعيه وننافسوا بها الغرب يصعب، بينما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال حتى كان نفيقوا اليوم في 2015 النجم نصلحوا وتنجم تصلح. علاش؟ خاطر ما تعتمد حتى على شيء، لا تتطلب لا أراضي ولا معامل ولا مصانع، تتطلب جهاز حاسوب وعقل يفكر بالصحيح. عقل يفكر بالصحيح نجموا نربيوه ونكونوه في المدارس نتاعنا في الجامعات، وتوفير الجهاز ماهوش شكل حاجة صعيبة نجموا نوفروه. في العلوم مثلا التوانسة أكثر حاجة اللي نجموا يدخلوهم الطب،
أكثر حاجة هما اللي تشغلهم هي الصحة، وهذا حسب تصنيف أليكسا وين يدخلوا التوانسة. سؤال أخير تقريبا في التجارة الإلكترونية، من أهم الحاجات تقريبا نحكيه على الإنترنت توا وممكن تكون سوق افتراضية موجودة هي التجارة الإلكترونية. موجود عنا لدينار، موجودة نجم نتعامل ونجم نكون نحن تجار وفي في 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 منزلنا، هذا موجود. يعني سبب اللي هو في التشريعات والقوانين ولا في الاستعمالات ولا في العقلية متاع التونسي. ثم البي تو بي والبي تو سي. البي تو بي هي ما بين المؤسسات في بعضها ناجحة، معناها مؤسسة مع مؤسسة عندهم لأنهم الحساب بالدولار ونجموا يتصرفوا. اللي يهمنا احنا واللي يهم التوانسة واللي يهم العالم هو البي تو سي، هو ما بين المؤسسات والمستهلك والمواطن والأفراد. هذا ما عندناش مخاطر، شكون هالتونسي توا اللي عنده بطاقة ائتمان فيها دولار ولا فيها لورو باش ينجم يشري؟ ما فماش. إذا تكاد تكون معدومة تقريبا، ما عدا بعض التسويق وبعض التجارة اللي قاعدة تصير بالدينار وكما التسجيل في الجامعة وغيره ضعيفة جدا، يعني أقل من 0.0 غير موجودة. بينما على شبكات التواصل الاجتماعي موجودين. تنقل لك هذيك اللي بالدينار التونسي، هذيك تحكي على التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية اللي موجودة في تونس موجودة مثلا عندنا أكثر من 100 مترجم قاعدين يترجموا لبرا وقاعدين يتعاملوا مؤسسات. هذا شو اسمه هذا؟ مؤسسة مع مؤسسة. عندنا برشا مؤسسات متوسطة وصغرى، ما نحكيش على المتوسطة الكبرى لأنها بطبيعتها هذيك. أما المتوسطة والصغرى عندنا العدد نتاعها فوق 300 اللي هما قاعدين يتعاملوا بالعملة ويتعاملوا مع الشركات الأجنبية وغيره. ولكن انا كي نحكي كيف نهكر الارقام هذه مش نحكي على التوانس، نحكي على بعض المؤسسات وغيره، كي نحكي على التوانس بمجملها ككل ما عندناش تقريبا تجاره الكترونيه ما عدا بعض المواقع الناس وبعد ما عدا بعض محاولات الشباب خاصه اللي كان عاطل على العمل وللضروره مشى ولقاها مربحه وفما اللي عاند. وهذا هو هذه هي الثنيه اللي لازمنا نمشيو فيها لانه المستقبل هو من ابتداء من 2017 العديد من بلدان العالم عاش في تقعد كانت تجاره الكترونيه فقط، معناها واحنا اذا تخلطوا لك علاش ومش حتى التجاره الالكترونيه تو اللي نتحاولوا على التجاره بالهواتف المحموله وغيره والخدمات اللي موجوده لازمنا نطوروا المنظومه دي بشكل عام. التونسي النقطه الايجابيه اللي موجوده انه مقتنع ويعرف انه شبكه الانترنت تفيده وفيها المهم. مصلحته هذا المهم. سمير يعطيك الصحه وشكرا. نمشيو الحنان القاسمي زميلتي المختصه في الحياه الاجتماعيه والزوجيه والعائليه، دونك نمشيو الحنان القاسمي. مرحبا حنان. مرحبا بك وليد، شكرا لك. رحبوا بكل مشاهدينا اللي اختاروا ديما معنا في مثل هذا التوقيت الوطنيه الثانيه تونس في نهار. فقره راجلك على ما تنسوا اخترنا موضوع للمتزوجين يعني للمتزوجين بطبيعه ديما في راجلك على ما تنسوا. نعرفوا فما الزواج هو مؤسسه فيها ريبات مقدس ترتكز على زوج جوانب، جانب اخلاقي وجانب قانوني. كي نقولوا الجانب القانوني هوني نحكيوا على الاشتراك في الملكيه او الفصل بيناتهم. أول ما تخلي القانون هذا العقود الزواج ومجال الأحوال الشخصية أثار ضجة كبيرة البنت هذا، وديما تقعد العقلية يعني المرأة كيفاش باش تشارك الراجل في الممتلكات. احنا باش نشوفوا الريبورتاج في الشارع التونسي شنو يقول ونرجعوا لكم تو سويت. شكرا. كلمة الشراكة تم اعتمادها في مجلة الأحوال الشخصية من الناحية الاقتصادية البحتة بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998، أين تحدث المشرع على نظام الاشتراك في الملكية. ولكن في الواقع الشراكة لها مفاهيم متعددة ومختلفة في الحياة الزوجية، فمفهوم الشراكة يختلف من شخص إلى آخر، سواء كان رجل أو امرأة، فقير أو غني، متعلم أو جاهل، وكل شخص ينظر إلى الشركة من زاويته. علاش تتحمل في المسؤولية واحدة؟ بينما تنجم تتقسموها، وكي تتقسموها يحف الحمل، يخف الحمل والناس تبدأ متفاهمة، تبدأ على وتيرة واحدة، ما يحسوش بالضغط، ما يحسوش بالإهانة، ما يحسوش بالقمع، لأن ساعات في قمع، كتسلط قمعه. والله هي شراكة عاطفية بالأساس، لازم ثم تكون شراكة عاطفية اللي تنجح العلاقة الزوجية، الشراكة العاطفية مفقود. أنا نقول لك تقريباً شر الشعب التونسي إذا كان مش يعيش في طلاق معناها مادي راهو يعيش في طلاق عاطفي. طلاق عاطفي معناها موجودين مع بعضهم، تشوف موجود لكن نفسانيين خذهم صغارهم مش موجودين مع بعض. الراجل يعيش حياته والمرأة تعيش حياتها والصغير يعيش حياته. تقريبا شطر المجتمعات. أنا رجل تربي، أنا مرشد تربي، ويجوني العائلات نحس أنه ثم ظاهرة متفشية خاصة في المجتمع التونسي على المستوى الطلاق العاطفي. C'est un soutien moral avant tout, un soutien matériel.
معناها متفاهمين في الفلوس في بتتكون في الاكسبشن اوسي شراكة في كل شيء في كل شيء شراكة في التفكير ساعة يزم يكون فما تفكير مشترك ورؤية مشتركة للحياة الغدوة سينو ديستانس تكبر بين الشريك والشريكة يزم ديما يطرحوا أفكارهم على بعضهم يزم يتشاركوا في الحياة يبرتجيوا الباهي والخايب مع بعضهم يزم يكون فما مينيموم متاع فكر يجمعهم سينو بصير نوعية متاع اغتراب معناه داخل الأسرة ولا بيس. الشراكة بين الأزواج تقريب من المواضيع اللي تطرح في كل العائلات التونسية. سي شكر مرحبا بك. يعيشك. ناخذ فكرة على الشراكة من ناحية الاجتماعية. تقريب سمعنا مختلف الآراء اللي هي شراكة مادية بالأساس واللي يقول هي شراكة عاطفية واللي هي شراكة. الشراكة بالنسبة لعقد الزواج في تونس ما نوعه؟ هو للأسف في التونسي حتى كي نسمع فيتيير يعني تلقى على 5-6 تدخلات واحد برك يهتدي شوية الإجابة مقنعة معناها مازال الجانب الانطباعي ومازال الأرقام تتعطى على فيغلات. الشراكة ما فيهاش كان بعد اجتماعي هي فيها بعد أنتروبولوجي ساعة في ثقافة التونسي في حضارتنا معناها أنه احنا يعني سبقين على مجتمعات أخرى أنه شرعنا لحضور أكثر للمرأة في المجتمع. عندها جانب أخلاقي كما ذكروا بعض الأخيان، عندها جانب قانوني، وعندها جانب في عمق المجتمع في توزيع المسؤوليات والأعباء، وفما جانب علمي. الحقيقة أنه الموضوع هذا مازال فيه برشا عمل عند الخبراء عند الطلبة عند الناس مهتمين بالشأن هذا متغير هو بالزمان والمكان. مش قولك عليه على الأقل في باختصار شديد في الجانب القانوني. القانون اللي جاء عام 98 يعني ما صارتش عليه دراسات، قانون 94 أعداد 94 ما صارتش عليه دراسات شنو الأثار والتبعات اللي صارت عليه، حتى خرج من بعده بسنة منشور يطرحك الوثيقة اللي يأخذها العدول الشاهد ويختموا بها الحافظ من كيل العقارية الأخير، لكن المنشور هذاك جاء فقط لترجمة القانون في ممارسته. أما أنا متأكد أن هناك عديد الزيجات ما توصلش للأخر لما يطرح موضوع الاشتراك في الملكية يوم عقد القران وتتراجع العلاقة الزوجية باعتبار أنه مش لأن الناس رافضة، لأن الناس مش فاهمة. هو الساعة القانون كي جاء ما هوش إجباري، اختياري واختياري ما يرجعش مفعول رجعي للأملاك اللي خارج العلاقة الزوجية، ما يمسش الإرث، ما يمسش الوصية، ما يمسش الهيبة، واختياري ينجم يكون حتى يوم على المنقولات ما يدخلش يوم عقد القران، أو ينجم باتفاق ما بين الطرفين بعد عقد القران، أو هم ينجموا يوسعوه إلى أملاك أخرى خارج أنه اللي ناتج على هذه الشراكة المادية في القانون التونسي. هل أنه ثم من روح النص ثماشي شراكة أخرى ممكن مشرع حب يشير لها ولكن ما وصلتش تقريب للعموم ولا ما طرحتش في المجتمع التونسي؟ ثم ممارسات تتجاوز القانون، معناها القوانين والآليات اللي تطرحها الدولة ساعات يسقطها المجتمع بحكم التطور الاجتماعي والحداثي اللي صار في تونس. يعني نص مسكوت يعني في تونس ثم عائلات تتنظم أنفسها وتعيش في انسجام وتتواصل حياة الزوجية 50 و60 سنة بدون ما يصير فيها حتى إشكال، ويتربوا الصغار ويكملوا قرايتهم ويعملوا مستقبل، وما تطرحش موضوع الاشتراك في الملكية باعتبار ثم هنا يجي خاطر اللي سمعناهم في الفيتيار ما يطرحوش مشكلة الحق، يطرحوا جوانب الأخلاقية. المشكلة مشكلة حق واحترام للمساواة. إذا كانت ثم أسر صارت فيها تنشأ على مبدأ احترام المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة الحقيقية مش المساواة الشكلية المبنية على انتهازية ومنفعة، ثم مشكل آخر اللي علاش ما نطرحوش الشراكة. ولقت لي يطرح الموضوع أنه الزوجة هي تشتغل والزوج عاطل على العمل، واليوم المظاهر ذي واللي نشوفه في مجتمع علاش ما نطرحوش الشراكة في الاقتصاد المنزلي اللي ما يتحسبش للمرأة في تونس. المرأة تخدم في الفلاحة وفي العمل الموسمي صحيح، وتخدم في الضيعة نتاعها اللي راجلها زوجها يبدأ عنده أملاك صناعية أو تجارية أو حتى حرفية، وزوجته تؤدي عمل مجهودها البدني وما يتحسبش في الإيكونومي فاميليال. علاش عنا احنا نحكروا نظام الفوترة في تونس ما نعطوهاش قيمة؟ هذا ما بين الأزواج ما علاش نظام الفوترة؟ لأنه الزوجة ما تلقاش حقوقها في إثبات اي الاملاك اللي حطتها في وسط العائله، ما تعتمدش نظام فوتو ما تعطيش كيما. خلينا نشوفوا سمير او ما تبارك الله عنده برشا متزوج. تقريب الكلام اللي تسمع فيه كنت شراكه لازمها تكون تقريب نحسبوا لبعضنا نعملوا فاتوره، انت تعدي لي فاتورتك وانا نعدي لك فاتورتي وبعد نقسموا قد شكون باش ياخذ. شو هي حكمه عند ربي سبحانه وتعالى والبيولوجيين يعرفوها، وانه ما فماش زوج ازواج كيف وما تعودش، لانه هو الفرد ربي سبحانه وتعالى خلقه وحده، يعني متلقاش ما عدا التوائم الحقيقية، أما الباقي كل فرد وحده يختلط مع فرد آخر اللي هو وحده،
فيخلق أسرة وحدها. والله ما فهمك حد يا سمير، أنا ما فهمتكش، ومع حد ما حد. هاي سيدي انبسطوا انبسطوا. التنوع، ربي سبحانه وتعالى خلقنا متنوعين في البيولوجيا، فكل فرد يتخلق وحده، معناها ما تلقاش واحد آخر كيفه شبه. لا في الشكل ولا في السلوك، وهو الإنسان هو شكل وسلوك، وبالتالي ما نجموش نعملوا قانون باش نحدوه ونقولوا هالقانون هذا باش نطبقوه على الأسرة، ولكن كل بشكل واحد عام بشكل عام من وجهة نظر متاعي أنا عندي نقطتين. النقطة الأولانية هي القراية والعلم، الناس أقرأ يقرأ، كيف يقرا يتنور يولي يحل مشاكله كل. والنقطه الثانيه هي ثقافه العيش مع الاخر. نمشي للنقطه الثالثه مع سي شاكر، رايك اللي كنت اسمع فيه. بون، الناس ما تتخلقش كيف كيف، يعني هي متفقين فيه. هي متفقين، هذه ثوابت تمام من المجتمعات، معناها تتعايش وتخلق. يعني كنا نحكيوا تو على مواقع التواصل الاجتماعي خلقت مجتمع انساني اخر، سرعه التواصل الاجتماعي وسرعه المعلومه الى اخره. نفس الاشكال يطرح في فهمنا الاشتراك في الملكيه، لا كونسيبسيون دو لا في. تو اليوم معظم القضايا من المحبذ للعائلات اللي يتفرجوا فينا تو واللي بداوا حياتهم الزوجيه تو، شنو نقول لهم باش تبدا حياتهم؟ من المحبذ سوى من المحبذ، من المحبذ هو لما نعيش على المكاشفه والصراحه، ونعيش على ترك العقد جانبا. هذا جوانب حضاريه نرسخوها في العائله التونسيه، لانه فما عائلات تكتشف انه زوجها مثلا المراه عنده املاك او عنده موارد اخرى بعد 20 سنه من الحياه الزوجيه، او العكس. يعني المشكل او تخبي معناها هي مواردها الخاصه، او يعني المشكل لما تطرحها للصراحه، لانه الهدف في الاخر انت عندك تنشئه تواصل المجتمع مش تربي صغار. اما المشكل يتطرح التونسي مازال عنده يعني في الخلفيه الثقافيه نتاعو، ما تنساش سي وليد راه مجتمع ذكوري مازلنا نعيشه، معناها انه الراجل هو المسؤول. يعني هذه المسائل لازمها تتعالج في عديد الجوانب، وما افضلش من انه يكون فما تقاسم لاعباء الحياه المنزليه. شكرا سي شكر. نمشيو لزميلنا مروان سنان موجود معنا من المدينة العتيقة، كان يسمع فينا. مروان نجم ياخذ الكلمة. مروان تسمع شكرا فينا. شكرا لك وليد، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين وأيضا للجمهور الحاضر معك وأيضا ضيوفك اللي متواجدين الآن، وإحنا في ربط مباشر من المدينة العتيقة بتونس العاصمة. وكما تشاهد وليد يدل إحنا متمتعين بالصناعات التقليدية والكسوة التقليدية الحديثة، ما أننا موجودين الآن بحضة سي خير الدين الورغي مصمم وحرفي في اللباس التقليدي الحديث، وخلينا نعبر عليه تحديدا باللباس التقليدي العصري. مرحبا بك سي خير. مرحبا بك وبكل السادة المشاهدين وبالقناة الثانية. نحب نحييكم على المواكبة اللي ديما مواكبين المدينة العربي، وكل ما هو تقليدي وكل ما هو ملم بالصناعة التقليدية نتاعنا. وإن شاء الله احنا من جانبنا باش نحاولوا نبادروا أن نقدموا الحاجات كما قلوا احنا اللي تواكب العصر، وفي نفس الوقت نحيوا بها تراث نتاعنا التونسي اللي أقل ما نعبروا عليه أنه غني وان شاء الله وثري جدا، وان شاء الله نحافظ عليه. محلاها الصناعات التقليديه خاصه الحديثه خير الدين. خلينا نحكيوا على اقبال التونسي على هذه الصناعات وايضا اقبال السواح في هذه الفتره. الساده نقولوا احنا كاجانب، الحاجه اللي فاجئتني ولو سافرت انا عملت معارض لبرا، اللي لقيت اعجاب كبير وكبير برشا من الجانب كما نقولوا احنا اللي غير ملمين باللباس نتاعنا، شدهم ليه انه عصري وفي نفس الوقت كما نقولوا احنا تقليدي، حاجه مزيانه برشا. ما نحكيوش احنا لا التونسي ولا التونسي، توقع عندنا اشكاليه اللي معناها الناس مقبله بكثافه ما تبقى قلت شوي اليد العامله، فهمت؟ هذه الاشكال وين؟ اما الحمد لله معناها احنا قاعدين نعملوا حاجات الحديثه والمزيانه برشا اللي العباد تقبل عليها، وفي الفروحات ما عادش تخلى من لبسه تقليديه، وهذا شيء يشرف وشيء يفرح برشا. فما حركيه الان في المدينه العتيقه؟ حاليا نقولوا احنا بدايه من شهر ابريل معناها فما حركيه، لو انه الشهر اللي فات والا اللي قبله فما شويه ركود. ان شاء الله نقولوا المرتبه تحسنت باذن الله، ماشي الى احسن، وطبيعه جاي نصيف ورمضان بقدره ربي، فما ديما كان خير ان شاء الله. شنو فما جديد على مستوى التصميمات؟ التصميمات الحمد لله ديما فما ابتكارات جديده، فما خاطر ما نجموش نقفوا على نقطه معينه، خاطر المتلقي واللي يلبس يحب ديما يلقى عندك جديد باش هو يواكبك. نقولوا احنا كل ما يجي باش يعمل طلع على البوتيك نتاعك وعلى اللبسه نتاعك يلقى حاجه جديده باش تجلبه، باش يقعد ديما يلبس ويلقى شواق كما نقولوا احنا، يلقى تغيير ويلقى تبديل، والحمد لله موفقين في هذا.
شكرا لك تحية وليد. هكا نكونوا اختمنا عفوا هذا الربط المباشر. تحية لعادل عدالة على مستوى الصوت وأيضا لطفي ساسي على مستوى التصوير وأيضا نبيل النويري على مستوى هندسة الإرسال. شكرا. شكرا مروان يعطيك الصحة. هذايا تقريب اللباس التقليدي لبسه مروان تبارك الله وتاه. نحب نشكر ضيوف سمير يعطيك الصحة على حضورك. سي شاكر شكرا على حضورك. زملائي شكرا على حضوركم. نتعداو الفاصل الغنائي زياد برجي ونرجعوا للبلاتو في الفقرة الثانية اللي باش تكون فقرة ثقافية بامتياز. أنا قلبي عليك مش منك خايف أنا والله أنا خوفي عليك خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من هيك أنا قلبي عليك أنا قلبي عليك مش منك خايف أنا والله أنا خوفي عليك خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من الأسول طلت بعيونك جاي مني من دنيا حلوت بعيونك مع ناس تانيين الأسول طلت بعيونك جاي مني من دنيا حلوت بعيونك مع ناس تانيين لكن ما علي ببقى من بعيد بغني أنا قلبي علي أنا قلبي علي مش منك خايف أنا والله أنا خوف علي خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من هاي أنا قلبي علي تقريب 30 دقيقة باش تكون 100% ثقافة باش تكون استمتاع بالمهرجانات اللي موجودة توا في الساحة واللي باش تنطلق قريبا وكذلك باش يكون معنا من الشخصيات اللي نعتزوا تكون موجودة في تونس في نهار سي بسام أنس رمضاني مرحبا بك في التلفزة التونسية سي عبد الرؤوف الرمضاني أستاذ موسيقى والد أنس مرحبا بك في التلفزة التونسية شكرا على استماعك نمشيو على يميني نلقاو زميلتي كالعادة باش تكون موجودة هي اللي باش تحكي لنا على مهرجان جاز مرحبا ألفا مرحبا وليد مرحبا بالسادة المشاهدين كالعادة هذه فقرة زوم على الثقافة وتعيش تونس الأيامات هذوما
جاز، جاز أكارتاج في قصر المؤتمرات، جاز أكارتاج في قصر المؤتمرات. إذا كما قلنا جاز يحتفل بالدورة العاشرة من إنشائه، وهي مرحلة هامة تستحق دورة خاصة جدا، احتفالات في مستوى الحدث وعروض سبقت انطلاقته الرسمية، عروض أخرى يعني بعد الحفلات، عروض اكتشاف، محاضرات، معارض، سهرات جيم سيشن كل ليلة بعد الحفلات. الجديد زاد في هذه التظاهرة هو يعني في هذه الدورة التعاون مع مدينة إكس أون بروفانس، وهي مدينة متوأمة مع كارتاج، تشارك هذه السنة بخماسي جاز لمعهد الموسيقى. قصر المؤتمرات تم تأثيثه بأفضل التقنيات، ركح بمواصفات عالية، الجودة، الاحتضان يعني بمواصفات عالية، جودة لاحتضان جمهور غفير. نشوفوا بعض الصور إذا كان موجودة حاضرين. معنا بعض الصور تشوف خاطر فما عروض مختارة بكل دقة يعني في هذه الظاهرة. انت حضرت الكواليس وكنت تشوفها معها. هذه بعض الصور المهرجان. هذه سهرة ناتاليا كينغ وليد من الولايات المتحدة الأمريكية، وأليس روسيل من إنجلترا. اللي لاحظوها في هذه التظاهرة وجود العنصر النسائي أكثر من الرجالي، 8 سهرات بأصوات نسائية من مجموع 10 حفلات، كما نلقاو فنانة السول إيرما، نلقاو أليس روسيل، نلقاو فنانة الهيب هوب أكوا نارو، فنانة الجاز كيلي لي إيفانس. كان زاد لعشاق لي جون موعد نهار لحد، خاصة منهم اللي يشعروا بالحنين لمجموعة إيماجينيشن. حفل الافتتاح كان بإمضاء الفنان ياسين بولعريس عازف الساكسوفون، والفنانة إيرما عازفة الجيتار، هي فرنسية كامرونية. بسم مرحبا بيك في التلفزيون. وبيك عايشك. حضرت المهرجان والمهرجان. ما نجمتش نحضر المهرجان خاطر كنت نتمرن مع الاوركسترا السيمفونيك التونسية، والحفلة تعديت نهار الثلاث اللي فات. ثلاثة ماكش ناوي ولا عندك؟ لا كنت عندي التزامات نتمرن مع جي في دي ريبيتيسيون، دونك ما نجمتش نجي نتفرج في العروض هذوما. سي عبد الرؤوف مرحبا بك. وبيك أكثر على السلامة. تقريبا الطفل النابغة من عام 95، تقريبا 5 سنوات يعزف على الفيرون. ولا شاب توا؟ بارك الله. 13 سنة مش 5 سنة. 13 سنة. ملا ثم زايدين في العمار. مولود عام 95. عام 95 تقريبا قرينا عليه حاطين بعض المقالات كتبت لي 5 سنوات كان يقعد يجالس بوه شوية يلعب على بدا دراسته في تونس مع السيد معروفين توا على الصعيد الوطني حتى العالمي، بدا مع السيد شتقوبة وفترة معينة بعد خذها المرحوم سي سام سليمان، وبعد العام الأخراني كان مع سي هشام مقني،
وهذا ما خوله باش يتحصل على مستوى طيب وشارك في اول كونكور انترناسيونال عام 2007 على 202 مشارك في باريس، تحصل على الجائزه الاولى، هذا كان فتح له برشا فاق وتقدم. حاولنا نقدم موجود في الفيلم اللي عملوا سي، هذه كلها جزئيات موجوده في فيلم كان مكان يعملوا سينياست سي هشام عمار، وقدم لي ودي منوين في لندن في الكونكور انترناسيونال ونجح، كان من الاولانيين. وكان عندنا معزه مع تعاجز نتاع تكلفه دراسته اللي هي تفوت حوالي 96 مليون باسم تونسي. تقريبا كي تلقى ابوك عازف وموسيقي بالاساس، يعني هذا يعطيك حافز معنوي بتبيع. بابا كان لعب غول كبير برشا في بدايه دراستي كي كنت صغير، و حتى تو مازلت صغير. مازلت صغير كمان اي. وانا بديت في المعهد نتاعو زريه بالموسيقى والرقص في مقرين، وبابا وقف معايا برشا ومازال واقف معايا واسستني. التحدي بالنسبه لي كنت تقريبا باش تدخل تضرب تعزف مع عازفين عالميين، ونعرفوا اللي فما كومبيتيشن بارتو دونك مش سهل، يعني تونسي باش يقتحم لا مش سهل. وذاك علاش نحن ندربوا كوم فيولونيست ديما ندرب على الاقل اربع سوايع في النهار، ثلاث سوايع باش ما نكثروش الكلام والناس كلها تسمع. النابغه التونسيه اللي موجوده لبرا، خلينا نسمعوا شويه من عزفك. شنو اخترت لنا؟ باجانيني كابريس نيميرو 20. نيميرو 20 تفضل. كان ماذا بيا تقعد تكمل تعزف على طول. نحن خصيصا جبناكم على الشريط السينمائي الوثائقي تقريب كان يا مكان في هذا الزمان، واللي هو في هذا الزمان موجود نابغه موسيقيه تونسيه هكا ألفة. اي وفما يظهر لي شريط ثاني باش يحضر باش يكون جاهز باش يسميه زاد ما يعجبك في الدهر، يظهر لي سي هشام بن عمار. ان شاء الله ان شاء الله يكون مانع خير، هو كان مفروض يكون موجود معنا في الحصه، ان شاء الله مانع خير، وان شاء الله كان خلطته يكون موجود كرسيه مازال موجود هو حسين. تفضل مدام ألفة. هذا ايش حبيت نقول لك وليد، قلت لك زاد فما قسم ثاني يعني للشريط هذا يعني لمتابعه باسم انس بعنوان ما يعجبك في الدهر. ما يعجبك في الدهر، وعلى كل حال حبيت نقول اللي انس بدا يعني يظهر للجمهور وهو عمره 9 سنوات، وقت اللي عزف
ليروح العازف الكبير رضا القلعي في اختتام مهرجان كارتاج في أوت 2005، وكان عمره وقتها ما يتجاوزش 9 سنوات، يعني طفل صغير يطلع على كارتاج وعرفته الناس وقتها. كيفاش كان احساسك؟ هو ديجا ماخذ في خاطره هو من الوزاره، وانت زدت سخنته شويه. اكيد معناها هنسمعوا بس. طفل عمره 9 سنوات يكون في كارتاج في اختتام كارتاج يظهر لي هو. انا في الوقت هذاك ما كنتش واعي برشا، فهمت يعني ما بون توا نشوف الحاجات اللي تحصلوا وانا كنت صغير، وشرف لي برشا اللي طلعت، وفرحان برشا اللي تعديت لي يعني جاتني الفرصه باش نطلع على روح كارتاج ونعزف. سي عبد الرؤوف يضحك بدني له الوزاره وبدا يضحك. الميريت سي احمد عاشور تمناوا لي الشفاء، اللي هو كان قائد اوركسترا سيمفوني، توفرت له الفرصه ورقات على عزفها احمد القلعي في اول اوديسيون. كان بروفيسور ايطالياني سي رضا القلعي بلوتو في اول حفله في عام الاول، خاطر العازفين العباقره في الميدان الشرقي كيما عبود عبد العال كيما رضا القلعي ديما دراستهم اكاديميه كلاسيكيه. القطعه اللي عزفها رضا القلعي وهو صغير عاود انتربريتها انس في الحفله ذيك. رقصه الكمانجه. رقص العرض كامل اسمه رقصه الكمانجه. وماج رضا القلعي. مسالش كان ينجم باسمي سمعنا شويه. اوه ساهه تذكرها ولا ما تذكرهاش؟ ونذكر واحد بدايته عمره ما ينساها. انا نسيت يحط صويب على بركه تذكرها. الحمد لله تونس مازالت تولد وتجيب. ألفا نحكيو شويه. باسم حبيت نقول باسم زاد تحصل عام 2007 في باريس على الجائزه العالميه الاولى في العزف على الكمانجه من بين 212 مشارك من ألمع العازفين على هذه الآله في العالم. يعني تتويجات وانت صغير انس حاجه باهيه معناها. بون هذيك نقول مره اخرى بون مازلت صغير انا في الوقت هذاك ما كنتش نعرف. هذه الصور في اخر حفل لي اللي هو يذكرها علاش نذكروا فيه نهار 3 مش بعيده برشا نهار 3/14 تقريبا. احساسك وانت في عرض؟ والله ديما كي تبدا تعزف تدخل في العزف مخك الكل في القطعه اللي تعزف فيها، فهمت؟ خاطر ديما كي تعزف ان بيس قاعد you're telling a story، تخلق في 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 قاعد تقول قاعد تعطي في قصه يعني تحكي قصه باش الجمهور يمشيوا في الجيرني معاك باش يفهموا القصه، فهمتوا؟ وما كنت شيخ مليح والحمد لله تعديت. هو عزف من